احنا ماشيين مع حملة غضب الفرات لقوات سوريا الديمقراطية، والحملة ماشية الحمد لله. حررنا مطار طبقة، حررنا سد، حررنا صار يعني قربنا شوي نخلص الطبقة إن شاء الله كمان، والأمور كتير كتير كويسة. أمورنا العسكرية الحمد لله كتير كويسة وعم نمشي بتقدم. حررنا صار شي 1200 مزرعة وضيعة بهالفترة هاي، والأمور هلق الحمد لله كتير كويسة وكتير لصالح، وداعش ما بصمت قدامنا شي خالص. بالنسبة لدعم التحالف الدولي وأمريكان كيف؟ والله دعم التحالف الدولي ما بقصروا، بس بنطلب منهم كمان إنه يرجعوا يدعمونا كمان، ما بقصروا بس بدنا دعم كمان يعني. ما بقصر التحالف الدولي، ما بقصر، بس بدنا يعني كمان إنه يرجعوا يدعمونا كمان، يضلوا مدعمينا، لأنه عم نمشي الحمد لله وعم نخلص أهالينا. يعني الناس اللي بس بدهم قوات سوريا الديمقراطية تيجي تخلصهم، إن كان الطبقة، إن كان الرقة، إن كان دير الزور، إن كان حتى مسكني والخفسي، الناس طالبتنا.